الاميون سيستم بتاعي او جهاز المناعه بتاعي اوكي بحيث انه يبقى ضد جميع الامراض بما فيهم السرطان ضد جميع الفيروسات بما فيهم السرطان لانه لغايه دلوقتي هم مش الناس او العلماء مش عارفين سبب السرطان ايه واحنا لو عرفنا سبب السرطان ايه كنا عرفنا ازاي نعالجه اوكي يعني في ناس بتقول لك سبب السرطان الاكل في ناس بتقول لك سبب السرطان انه جيني في ناس بيقول لك فيروس يعني لغايه دلوقتي لسه ما اكتشفناش سبب السرطان انه بيجي للبني ادم ايه بس الحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها انه لما بيبقى الاميونيتي او الجهاز المناعي ضعيف فطبيعي جدا انه هيبقى عرضه لاي حاجه دي ده شيء عادي اوكي فلازم نقوي الجهاز المناعي بتاعنا هنقوي الجهاز المناعي بتاعنا احنا طبعا لازم ناكل اكل صحي على طول اوكي دي نمبر 1 نمبر 2 انه طبعا الاغذيه المضاده للاكسده تبقى اكتر بكتير من الاغذيه الاخرى الاغذيه المضاده للاكسده اللي هي الخضروات والفاكهه وطبعا في ناس كتير بتبقى فاهمه الاسماك من الحاجات اللي مضاده للاكسده جامد قوي لان فيها اوميجا 3 المكسرات من الحاجات المضاده للاكسده برضو كل الحاجات دي حاجات مضاده للاكسده وكويسه جدا لانها بتقاوم الفري راديكال او الشواذ الاخضر فطبيعي جدا ان هي بتبقى احسن بكتير فهو ده الحمايه فهو يعني يا ريت هو يعني بلاش نبتدي نصدق اختراعات معينه لان انا بشوف على السوشيال ميديا كتير قوي اختراعات كتير قوي انه هناخد الموضوع ده هيحمينا من مرض السرطان هناخد المشروب ده هيحمينا من مرض السرطان هو مفيش حاجه اسمها كده ومفيش حاجه اسمها ان احنا نقوي جهازنا المناعي بكل الحاجات التغذيه الصحيحه وهو ده اللي هيحمينا